أرحب بالأستاذ علي الفريجي مختص بإدارة الأزمات الاقتصادية. أستاذ علي، أبدأ معك بالتسعة تريليون دينار اللي ذكرها الأستاذ ماجد الصوري في بداية كلامه، الآن متوفرة بحسب بيانات الحكومة، الآن متوفرة عند الحكومة العراقية. لماذا تأخر الراتب؟ هذا اللي يسأل عليه أستاذ ماجد، لماذا لم تصرف رواتب الموظفين إذا كان 9 تريليون متوفرة، يعني سيولة مالية عند الحكومة؟ يعني واحدة من مشاكل وإرهاصات ما يعيشها البلد هي التحكم السياسي في كل العمليات ومفاصل الدولة بما فيها الاقتصادية، ولا نستغرب أنه ممكن تكون ما يحصل الآن من فوضى رواتب وغيرها وهذه الأشياء، هو ممكن يكون صراع بين ممكن بعض الأحزاب أو بعض الشخصيات السياسية بداخل البرلمان وأيضا مع الحكومة. فبالتالي إذا ردنا نأخذ بمعيار ما يحصل في البلد ونتيجة ونتكلم الآن، إحنا يعني ما نتكلم عن الرواتب وتأخرها، إحنا نتكلم عن واحدة من مفردات البناء الاقتصادي وإدارة المالية للدولة العراقية بشكل كامل. يعني واحدة من علامات الفشل الكبيرة عندما نتكلم وكل يعني الساحة السياسية والاقتصادية والشعبية يعني الآن تتكلم عن مفردة واحدة، وهي كأنه الرواتب هي فقط ما نعيش من أجله أو تعيش الدولة أو بناء الاقتصادي من أجله. فبالتالي الآن ما يحصل هو نتيجة تداعيات سنوات من سوء الإدارة واستغلال واستثمار الموارد المالية أنه توصلنا لهذا المستوى. يعني نقولها وبتكرار يعني نكررها، أنه جملة يعني ماكو قروض ماكو رواتب، هذه بحد ذاتها شهادة فشل تعلق في جبين كل لكن شخصية سياسية وحزب من أحزاب السلطة منذ عام 2005 لحد الآن. بس هاي 9 تريليون اللي ذكرها الأستاذ ماجد، أنا ما متأكد، لكن في تصوري وحسب كلامه وحسب البيانات هي ما لها علاقة بالقروض، هذه أموال الإيرادات النفطية، وكأنه إحنا ما اقترضنا لحد الآن حتى نحل قضية الرواتب. يعني هي هذه الجدلية الآن الصراع عليها. أولا قبل 3 أشهر عندما تقدمت الحكومة بمسألة طلب الاقتراض اللي كانت اللي أقر البرلمان ب 15 تريليون دينار عراقي اقتراض داخلي و 5 مليار خارجي، ممكن نحسب له 15 تريليون، فكان على أساس أنه ممكن تغطي رواتب الأشهر الثلاثة أو ما بعدها، بمعنى أنه المفروض بعد الشهر التاسع تنحل أزمة الرواتب وتبدي الاستمرار بهذا العمل. لكن ما لم يتم حسابه أنه كيفية التعامل مع إيرادات الدولة النفطية التي هي المحرك الأساس لمسألة أنه ممكن الإنفاق. فإذا أخذنا بمقارنة بسيطة جدا، يعني أنه ما تم الحصول عليه في شهر أيلول ما تجاوز 2.4 مليار دولار،